قالت الحكومة اليمنية في بيان لها أن استمرار استهداف الميليشيات الحوثية الأرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني وتهديد امدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وأكد البيان أن ميليشيا الحوثي أقدمت على هجومها الجديد بالطائرات الإيرانية المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وأثار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية واستهتارا سافرا بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها. وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى العمل الجماعي لردع ميليشيا الحوثي ومواجهتها بتصنيفها منظمة إرهابية دولية، وكذا مواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعية لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.